السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات. من خلال هذا الفيديو بغيت نتكلم على نوع من أنواع المساعدات اللي جات في ديكريتو كورا إيطاليا الخاص بالإميرجنسا كورونا فيروس. جاء هذا الديكريتو كورا إيطاليا بمجموعة من المساعدات على شكل مجموعة من البونوس، من ضمنهم البونوس 100 أورو. هاد البونص ديال 100 أورو خاص بالناس اللي كيخدموا الريغولا، المهم الريغولا يكون الكونتراتو ديترميناتو ولا انديترميناتو ولا بارت تايم ولا فول تايم، ما كيهمش الشكل ديال الكونتراتو، المهم يكون الريغولا، وسواء كان في قطاع الدولة او القطاع الخاص ما كيهمش. المعنيون بالتحديد بهاد البونص ديال 100 أورو وهما العمال اللي مازالين كيمشيو للخدمة ديالهم، يعني ما جالسينش في الدار، كيمشيو للخدمة ديالهم مخاطرين بأنهم يتصابوا بالعدوى. وكنقول اللي كيمشيو للمقر اللي كيعملوا فيه، لأن كاين الناس اخرين اللي كيبقاو في الدار وباقيين خدامين، بقاو في الدار وكيخدموا بالسمارت ووركين، ما كيمشيوش جسديا للخدمة، كيبقاو في الدار وكيخدموا من ديورهم عن طريق الانترنت. حاليا الناس اللي يستفدوا من البونوس 100 أورو لازم يتوفر فيهم بعض الشروط، واهمها هو ان يكون عندهم الريديتو، يعني المدخول السنوي ديال 2019 يكون ما يتعداش 40 ألف أورو بالنسبه للمدخول السنوي. هذا النوع ديال البونوس او البريميوم ديال 100 أورو خالص لا تؤدى عنه ضرائب، يعني ما كتأديو عليه، ما دخلش في المزايد اللي كنخلصوا عليها كونتروبوتي، هو مبلغ خالص كيتزاد على الفلوس اللي غيجيو في بوستا باغا، كيجي معاهم حتى هاد 100 أورو زايدة من الفوق. من المتوقع ان جا في 15 أفريل، يعني من شهر 4، تبان في لابوستا باغا ديال شهر 3 هاد 100 أورو. غير هي الناس اللي خدموا شهر مارس كله غياخدوا 100 أورو كلها، أما اللي خدموا أقل فغادي تحتاس واحد النسبة على حسب الأيام اللي خدموها واللي مشوا فيها المقر العمل ديالهم، يعني كل واحد سواء كانوا الأيام قلال أو كتار غادي تحسب وتعطى واحد النسبة. أما اللي خدم الشهر كله شهر مارس فهو غادي ياخد 100 أورو كلها. اما بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالسمارت وركين، يعني اللي بقاو في الدار وكيمارسوا العمل ديالهم من منازلهم، فهما ما غاديش يستافدوا من هذا البونص ديال 100 اورو المخصص غير للناس اللي ما اللي في هذه الفتره هذه وفي هذه اللحظه ديال الكورونا فيروس كيمشيو يخدموا. هاد الناس كيغامروا كيخاطروا بانهم يتعاداو، ومن اجل هذه المغامره ديالهم كتكافئهم الدوله بهاد 100 أورو، هي رمزيه ولكن كتكافئهم بها وكتجي مباشره في البوستا باغا، ما غاديش يحتاجوا انهم يعمروا على قبلها شي استماره ليمبس او يدفعوا طلب، او لا ما يحتاج لا طلب ولا حتى شي حاجه، هي اوتوماتيكمون كتجي في البوستا باغا. اللي غتجي البوستا باغا ديال شهر 4 غيلقاها ديجا داخله في الخلاص مع الخلاص ديال شهر 3. هاد المبلغ ديال 100 أورو كي يدفعو صاحب العمل، ومن بعد الدولة كترد عليه هاد الفلوس هادو. هذا أهم ما يخص البونوس ديال 100 أورو. في الفيديو المقبل إن شاء الله نتكلم على البونوس ديال 600 أورو. السلام عليكم.